بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل الحديث عن مناقب العلماء العاملين، وما أطيب الأنس بذكر سير الأولياء والصالحين، فهم الأسوة الحسنة في ميادين الحياة، والقدوة الصالحة في سائر المكرمات. بذكرهم نتعرض لنفحات الرحمن، ونغوص إلى أعماق منابع الإيمان، وخصوصا وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تطل علينا في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى تحمل في طياتها معاني سامية، وذكريات جليلة، وعبرا عظيمة، وحكما بالغة. إنها ذكرى رحيل شهيد الحرمين فضيلة الشيخ محمد الخزنوي قدس الله سره وأعلى الله مقامه، العالم العلامة والحبر الفهامة، الذي اختاره الله تعالى إلى جواره في 19 من رمضان في عام 26 و400 للهجرة، الموافق 22 من الشهر العاشر لعام 2005 ميلادي. ومن زيادة إكرام الله تعالى له أن اختار له خاتمة تدل على علو مقامه ورفعة شأنه، فقد ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو صائم في شهر رمضان المبارك، بعد انتهائه من أداء عمرة رمضانية في حادث سير أثناء عودته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وفي تلك البقاع الطاهرة وعلى مشارف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الغروب، فاضت تلك الروح الطيبة إلى ربها لينال شرف الشهادة من وجوه عدة. كان قدس سره رجلا كريما في سجاياه، جزيلا في عطاياه، مخلصا في نواياه، عظيما في أخلاقه، ساميا في آدابه، رائعا في صفاته، راقيا في سلوكه، حكيما في تصرفاته، باسم الثغر، جليل القدر، سليم الصدر، طيب الذكر، عظيم الصبر، بعيد النظر، واسع الفكر، يحب الخير للناس. أمضى حياته المباركة يخدم الدين، ولذا أحبه كل منصف حتى من غير المسلمين، يأخذ بمجامع قلوب مجالسيه، يستفيد منه من يلقاه، ويذكر الله من رآه، غاية في التواضع، شغوف بتعلم العلم وتعليمه، يربي المريدين ويرشد المسترشدين، ويحبب الناس برب العالمين وبنبيه الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل آن وحين. يسعى لنبذ العصبية والتشدد والطائفية بعيدا عن الأمور السياسية والمصالح المادية، يسعى لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم ونشر الإخاء والسلام والمحبة والوئام والمودة والرحمة والاحترام. استطاع بحكمته أن ينشر آداب طريقته النقشبندية في أرجاء المعمورة، ولذا أحبه العلماء والعوام
وكانوا يضربون آباط المطي لزيارته والنهل من معين عرفانه، وكانت تجتمع في تكيته فحول العلماء وكبار الدعاة ورجال الفكر من شتى البلدان، فكان ينتابهم الإعجاب لدرجة الذهول. فقد وقف مرة الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى في عام 2001، فلما رأى الجماهير المحتشدة في عتبة الشيخ وأدرك مدى همة الشيخ وعظمته، فقال: نعترف ونحن في جامعاتنا أننا فاشلون عن أن نحقق مثل ما حقق لكم هذا الشيخ المبارك، وإن هذه الآلاف المؤلفة من الرجال والشبان والنساء لأكبر دليل على صدق الشيخ وإخلاصه في دعوته لله الواحد القهار. انعموا بهذه النعمة وحافظوا عليها كل المحافظة، وأكدوا وحدتكم ومحبتكم وانتماءكم للشيخ، فإنه انتماء لدوحة الإسلام العظيم. وقال رحمه الله: العلماء المخلصون الذين انتقلوا إلى ربهم فقدناهم، ولكن أنوارهم تظل مشعة وباقية ومؤثرة في نفوس الكبار والصغار. وقال: يذكرني هذا الشيخ بالدعاة الأول المجددين، ففي الحديث الشريف: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. نعم، كان الشيخ محمد قدس سره عالميا في دعوته، وكان يقول: الذي يسير في طريق الدعوة يجب أن يكون لكل الناس. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وقال مرة: نحن نرحب بالجميع، يأتي العربي فنقول له: الحمد لله على سلامتك، ويأتي الكردي فنقول له: تبخير هاتي، ويأتي التركي فنقول له: هوش جالدينز. واليوم وبعد 15 سنة من رحيل هذا العالم الأشم، لا يظن أحد ولا يتوهم متوهم أن هذا النور قد انطفأ برحيل الشيخ محمد قدس سره، أو أن هذا الكوكب قد أفل بغيابه، حاشا وكلا. فقد من الله علينا بنجله البار وخليفته ذي الأنوار، صاحب الهمة العالية والحكمة البالغة والأخلاق الفاضلة، البدر السطاع الذي انتشر صيته وذاع في شتى الأصقاع والبقاع، فضيلة الشيخ محمد مطاع الخزنوي قدس سره، الذي حافظ على آداب والده وأسلافه وحفظ إرثهم المبارك. فقد أصبح طلابه اليوم على مستوى العالم يشار إليهم بالبنان في حفظ كتاب الله تعالى وعلوم القرآن الكريم وعلوم الشريعة والآلة. ها هو معهده الشرعي في تل عرفان الذي يضم في جنباته أكثر من 1000 طالب علم، مركز إشعاع علمي وأخلاقي وحضاري وإنساني، وها هي مراكز العلم والعرفان الخزنوي لتعليم القرآن الكريم وعلومه، والتي ينفق عليها من ماله الخاص ليصل إشعاعها ونورها إلى مختلف البلدان. فيا رب، يا رب، تغمد شيخنا بواسع الرحمة واجمعنا به في دار الرضوان تحت
تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نور الأكوان، واحفظ شيخنا القائم مقامه، والحامل لواءه، والجالس على سجادته، نجله الأمجد، وخليفته الأوحد، صاحب النهج السوي والطريق النقي، الشيخ محمد مطاع الخزنوي، قدس الله سره وأفاض علينا خيره وبره، والحمد لله رب العالمين.